لتأكيد التأهل للمسابقة الغالية في اللقاء القادم، لقاء هام جدا لميلان على هذا الملعب، سيستضيف الفريق الملكي فريق ريال مدريد. ركنية لفائدة فريق بارما، بارما اللي هد جينوف اللي يعتمد عليهم جويديلين في هذه المباراة، كرة داخل منطقة الجزاء لبعاد من تياغو سيلفا ناحية بريالو لبعاد من جانب الدفاع ومن جانب اللاعب زكارتو، ارتماء من جانب كاتوزو لكن غير ناجحة، هجوم لبارما، تياغو سيلفا يتدخل، موروني من بعيد، هذه انطلاقة سريعة لفائدة فريق بارما. بارما هل سيبدا بدايه قويه بعد الشوط الثاني؟ متابع من تياغو سيلفا والكره تدخل في فائده فريق بارما. نقل الكره الطويله، تياغو سيلفا يتدخل، سيروني لجالوبا، جالوبا يلعب كره بينيه، تياغو سيلفا بالتغطيه، بارما يحاول ان يظهر باداء مغاير، هذه الكره بتنقل طويله لكن تياغو سيلفا يتابع، انطلاقه من جالوبا، مباراه في الشوط الثاني سريعه من كلا الطرفين. بارما تأسس سنة 1913 باسم فيردي فوتبول نسبة للموسيقى. من جديد لفائدة فريق بارما عند جالوبا، جالوبا ومتابعة من تياغو سيلفا، جويديلي يطالب الآن فريق بارما بالاندفاع إلى الأمام في اللحظات الأخيرة. تياغو سيلفا يبقى الكرة إلى رمية جانبية، هيا الكرة ناحية تياغو سيلفا، تياغو سيلفا، تياغو سيلفا ينطلق بالكرة الآن، تياغو مرة ناحية بوريلو الآن، بوريلو، تياغو سيلفا والكرة تصدف العارضة، هجوم رائع قاد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا لم يتمكن من ترجمة مجهوده الرائع بهدف ثاني، انطلاقة كانت رائعة من تياغو سيلفا، أخذ مكان جميل وزرقسية اللاعب تياغو سيلفا اصطدمت بالعارضة، العارضة حرمت ميلان من هدف ثاني في اللحظات الأخيرة أمام الإعادة من جديد، ضاعت فرصة لم يتمكن من تهديد فريق ميلان، محاولة من بالوسكي، تياغو سيلفا يتابع، تياغو سيلفا يكسب خطأ ضايع، خمس دقائق كوقت بدل ضايع يحتسبه حاكم اللقاء الحكم روسو وليوناردو على بولونيا 2-1 على روما، وفي هذا اللقاء 2-0 على بارما، تياغو سيلفا ورد جهة المتابعة.